الجزء الثاني موديل 2 هنتعلم ازاي نعمل نستخدم الورك بنش اليو اي عشان نعمل كرييت للداتابيز ونعدل الكرييت للداتابيز والتيبل ونعدل فيها، وازاي نستخدم الكوماند عشان نعمل نفس الحاجات دي. هنتعلم برضو ازاي نعمل برودكت، يعني نحمل الداتابيز عندنا والتيبلز. المهام اللي انت هتتعلمها ازاي تكريت الداتابيز، ازاي تكريت برضو التيبلز وتعدل فيها باستخدام اليو اي، ازاي تعمل كونسترينتس اللي هي القيود على الداتابيز والقيود على التيبلز عندك. ازاي بعد كده تعمل تكتب الكوماند اللي بيكريت او يعدل الداتابيز والتيبلز الموجوده عندك. ازاي تنفذ بعض السيرفر ادمنستريشن، ازاي تنفذ بعض الحاجات الخاصه بالادمن بتاع الداتابيز. تعال ناخد بقى شابتر 4، اول شابتر عندنا في الجزء ده اسمبل داتابيز ديزاين. ازاي بقى نطبق داتابيز بسيطة، احنا عملنا الديزاين في الشابتر اللي قبليه، تعالوا بقى نطبق الداتابيز دي فعليا على السيكوال سيرفر. كرييت داتابيز موديل، عايزة انا انشئ بقى الداتابيز موديل او السكيما عندي. اول خطوة عندي بفتح السيكوال سيرفر زي ما انتم شايفين انا كونكتد عليه على السيرفر، دي السكيما الموجودة عندي. اول خطوة عندي ان انا عايز انشأ اعمل كرييت لنيو سكيما، فهضغط على شكل الاسطوانة ده وعليه علامة الزائد مكتوب عليها كده، لو وقفت عليها هتلاقي مكتوب عليها الانفورميشن هي بتكريت نيو سكيما عندك في السيرفر. ضغطت عليها فتحت لي تابة بالشكل ده. اول حاجه مطلوب هنا في النيم هكتب اسم السكيما او اسم الداتابيز اللي هعملها، وهنا دي الكاركتر الكارسيت والكوليكشن، انا هختار الكارسيت اللي هشتغل عليها. هنا النيم الجزء بقى انا كتبت النيم هنا هسميها سيلز، وحددت الكارسيت والكوليكشن عندي UTF-8 UTF-8 جنرال سي اي. هكتب هنا سيلز، احدد هنا ال UTF-8 اختار كده من القايمة UTF-8، وهنا اختار UTF-8 جنرال سي اي، هنزل كده بالماوس عليها واختارهم. خلصت كده. بعد الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل ايه، اعمل ابلاي. الخطوة اللي بعد كده خلاص ان انا اعمل ابلاي، كل الكلام اللي هنفذته باليو اي يتحول عند الكوماند بالشكل ده. انا مجرد هعمل بس ابلاي عليها. الكوماند ده هنتعلمه في السكشن اللي جاي باذن الله ازاي نكتب الكوماند ده. اضغط على ابلاي، بعد كده فينيش. هنا بيقول لي ان خلاص الكوماند سكسسفلي اتطبق بنجاح. فينيش. ملاحظين هنا في السكيما عندي ظهر السيلز، هقفل بقى خلاص التابة دي والكيوري ده مش محتاجة خلاص. كده عندي ظهر السيلز وجواها التيبلز والحاجات دي فاضية، داتابيز انا كريت الداتابيز بس مفيهاش اي حاجة دلوقتي. الخطوة اللي بعد كده انا بقى ان انا اضيف لها التيبلز. عشان بقى اضيف تيبلز عندي طريقتين. هنا كل كوماند انا بنفذه بيظهر عندي تحت الاكشن انت ايه اللي عملته، كان امتى التوقيت بتاعه، ده التايم وقت التنفيذ، وايه اللي حصل، انت ايه عملت، ايه التغيير اللي حصل، الاكشن انت عملته. هنا انا عملت السيلز داتابيز اللي اسمها سيلز. نضيف بقى التيبلز. عندي طريقتين لاضافه التيبلز. الطريقه الاولى ان انا بختار الاكتف، بحدد الداتابيز اللي انا هشتغل عليها
هقف كده عليها، السيلز دي تقف عليها كليك شمال مرتين لحد ما لونها تاخد معايا اللون الاسود كده، هي اكتف. بعد ما خلاص الداتابيز اكتف عندي، هضغط على الزر ده اللي هو على شكل ملف كده وفي اعمده عشان يكريت لي تيبل اللي جنب على طول الاسطوانه، جنب الايقونه بتاع الاسطوانه هلاقي الزر بتاع الخاص بانشاء تيبل. انا كده اكتف على السيلز، هضغط بقى على الزر ده الايقونه دي كليك شمال، هيفتح لي تابة بالشكل ده فيها كل الحاجات المفروض ادخلها عشان انشئ تيبل. السهم ده بيفتح لي او يضيق لي المساحه نفسها لما بكتب فيها الكولومز بتاعتي. طبعا هي لو ظهر بالشكل ده يعني الكولومز ظهر كويس، فبضغط على الايه، على السهم ده بيفتح لي بشكل اكبر. انا عندي التيبل اللي هو الكاستمر ده الديفينيشن بتاعه، عندي جواه الكاستمر اي دي والكاستمر نيم والادرس، كل واحد فيهم كل كولوم ليه الاي دي الخاص بيه، ليه الداتا تايب الخاص بيه. فانا محدده في الديفينيشن دي الداتا تايبس الخاصه بكل كولوم عندي. هنا ده النيم عشان مصر، فانا عطاله الداتا تايب بتاعته فاليد شار، ومحدده عدد الحروف 45 حرف. والادرس نفس الكلام، هو نصي لانه هو الادرس ممكن يشمل ارقام وحروف، فدي التايبس بالنسبه لي فاليد شار. تعالوا بقى هنا هنكتب اول حاجه، وهنا كاريتي على طول ايدي انا مش محتاجاه. اول حاجه هسمي التيبلز عندي، هسميه كاستمر. بعد كده هدخل عندي الكولوم، اسماء الكولوم موجوده عندي. اول حاجه عندي عندي الكاستمر اي دي، هاجي هنا اكتب الكاستمر اي دي ودي الطيب بتاعه انت، وتلقائي هنا بخليه برايمري كي ونوت نال. بعد كده بضيف الكولوم التاني، انا هخليه كاستمر اندرسكور نيم. هنا دي التايب المرة الشهر 45، اقدر اغير فيها براحتي، اخليها عدد الحروف زي ما انا عايز. هو تلقائي اول ما بضيف كولوم بيفتح لي بعد كده جروب جديد، ولو انا عايز ادخل فيه ايه كولوم جديد. طبعا كل كولوم انا واقفه عليه للبيانات بتاعته اللي انا السيتنج بتاعه تحت، ممكن اعدل فيه زي ما انا عايز، احط له نفس الكلام الكارسيت الخاصه بيه او الكوليكشن. بعد كده هضيف الكولوم التالت عندي اللي هو الادرس. انا كده ضفت الثلاثه كولوم، قرر بعد كده على ابلاي وننفذ الحاجات دي. ده الكود اللي هو الترجم بناء على الحاجات اللي احنا اخترناها وعملناها. الكود ده زي ما عارفين مكتوب بلغه السيكوال، هي اللغه الوحيده اللي بتكتب بيها برمجه بتبرمج بيها قواعد البيانات. قرر بعد كده على ابلاي، بعد كده فينيش. ثم فينش، هقفل دي خلاص. هنا تحت برضو كتب لي في الاوتبوت ان في حاجه اتنفذت عندك الكاستمر. هاجي ادخل على السيلز، هلاقي التيبلز في سهم تحته، افتح سهم اللي تحت التيبلز هلاقي الكاستمر اضاف عندي. اول ما اضغط عليه جاب لي الكولومز اللي جواه في الانفورميشن تحت، الكاستمر اي دي وان هو انت وهو برايمري كي. كده انا ضفنا الكاستمر بالطريقة الأولانية.